الله يفتح عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رجل كان سارق سمع آية غيرت حياته وأصبح عابدا للحرمين. هذه الآية في سورة الحديد: ألم يعن للذين آمنوا ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا وهو يسرق قال: بلى قد آن، بلى قد آن، بلى قد آن. كلام الله يا إخواني يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كلام الله، تدرون أنه كلام الله يحيي الأموات؟ الله. أومن كان ميتا، أهل العلم يقولون في هذه الآية ميت القلب، والإنسان إذا كان ما يذكر الله هو ميت أصلا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله. فهذا كان بعيد عن الله وكان قلبه ميت، فسمع آية أحياها الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله يفتح عليك. إليك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهه شظايا ندم فيه انتهيت. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.